نعطي اطباء اللقاحات للاطفال عموما بانواع مختلفه والامراض النفسيه. تقريبا معلومات عامه عن تشخيصها او عن علاجها او يعني كل الناس شافتها اللي هي امراض نفسيه امراض معديه. فمسؤوليه التحويل هي مسؤوليه طبيه مثل ما بدنا نشوف بعد شوي وليس مسؤوليه مسؤول التواصل. عام اذا بمشفى مباشره ولاحقا قدمنا في مشروع الحالة في رعاية الصحية محاضرة تعريفية لمركز السلام في مدينة الحرمة التابع لمنظمة إنسان تضمنت المحاور الأساسية في تعريف النظام الحالي وتعريف النظام الحالي وكيف تتم عملية التحويل وما هي فوائد عملية التحويل للمرضى والمراسل الصحية والخدمات الطبية عموما. دربنا عيادات التغذية التابعة لمنظمة الإنسان العاملة في مشروع التغذية في ريف إدلب الجنوبي. فيها كل المعلومات اللي بعتها أنت وبتجيك ورقة مثلها فيها المعلومات التالية. نعم الطبيب. خلال استهدافنا للنظام الحالي والسعي دائما من اجل نشر هذا النظام وتعريفه في المجتمع قمنا بكنا فريق الحالي في النظام التساعدي باعطاء برنامج تدريبي حول الوضع الحالي لمنظمه الانسان في ريف الجنوبي حيث تضمن هذا التدريب التعريف بالنظام الحالي وكيفيه العمل به. وانه تجيب السياره وتتابع المريض وين صار وين اجى وكذا فهي مسؤوليه التواصل فانت كعنصر طبي كان انه اليوم الفلاني الساعه الفلانيه الطبيب الفلاني بدي يشوفه بمشفى المعظم مثلا في كتب الاستماع المريض بكتب على السجل الى اخره هون التشخيص